بحفاوة وترحاب كبيرين استقبل نجم الكرة الجزائرية اللاعب الدولي السابق رابح ماجير بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. استقبال كان في مستوى المكانة الدولية التي يحظى بها رابح ماجير وما حققه من إنجازات كروية كبيرة. أنا سعيد جدا بوجودي هنا، وإنه لشرف كبير لبلدي، وإن شاء الله سيكون في مستوى هذه المهمة في المستقبل. إنها مبادرة رائعة، رؤية السيد رابح ماجير في اليونسكو من أجل بعث رسالة للشباب مليئة بقيم الرياضة، التربية واللا عنف. تعلمون أن اليونسكو لديها شبكة من الشخصيات البارزة، لديها التزامات إنسانية شخصية من أجل الحفاظ على هذه القيم، وهذا أمر جيد. أشكر السيد رابح ماجير لأنه أراد مشاركتنا والعمل معنا من أجل ترقية قيم اليونسكو. أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجير اختير سفيرا للنوايا الحسنة لليونسكو ليكون بذلك أول رياضي عربي توكل إليه هذه المهمة. وبالمناسبة عبر رابح ماجير عن اعتزازه وفخره بتولي هذه المسؤولية، وأشاد في الوقت ذاته بفريق جبهة التحرير الوطني وما حققه المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا. فرحة تقاسمها رابح ماجير مع أبناء الجالية الجزائرية وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي. شرفنا أكثر إنه هو اليوم نحن نحتفل بيوم الثقافة، بيوم الإنسان العربي، وهذا يزيد هذا الإبداع وهذا المحاولة إظهار قوة العربي في جميع المجالات بوجود هذا الرياضي الكبير من الجزائر الطيبة الكبيرة، يتوج سفير السلام. إذن هي مهمة نبيلة كلف بها رابح ماجير لنشر مبادئ السلام والقيم الأخلاقية للممارسة الرياضية النزيهة في صفوف الشباب الإفريقي والعربي. نهاية النشاط.